السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواننا حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل الترحيب في قناتكم قناة الجبل والنحل، القناة التعليمية تربية الملكات. في إجراء عملي وتطبيق عملي في المنحل من أجل الحصول على ملكات ذات جودة ومميزة أفضل من الأخرى، هناك إجراءات أقوم بها شخصيا وسأطلعكم عليها حتى نستفيد وتستفيدون. أول الإجراء في تربية الملكات ما هو؟ هو تربية الذكور، وتربية الذكور لا تقل أهمية عن تربية الملكات، فالذكور تحمل نصف صفات الملكات وآخرون يتحدثون أنها تحمل 70% من صفات الملكات المنتخبة. لذلك نركز وبعناية على خلية منتخبة من منحلنا ولعدة أعوام، ونختار منها ملكة أو نختار منها تربية الذكور. نقوم بتربية الذكور في هذه الخلية، ونقوم بتربية الملكات في خلية أخرى منتقى منتخبة، لكن تركيزنا اليوم هو حول انتقاء وانتخاب الذكور لتلقيح ملكات منتقى منتخبة أيضا. عملية، تطبيق عملي عندي في المنحل سأطلعكم عليه في هذا الفيديو، فكونوا معنا. طبعا أول الإجراءات لتربية الملكات بتطبيق عملي معكم المهندس عبد الرحيم الجابري من اليمن. هذه أول خلية تعتبر ذات كثافة نحلية جيدة، سنربي منها الذكور. طبعا الخلية منتقى منتخبة منذ أكثر من سنتين، خلية فيها كل المواصفات المطلوبة، جمع على العسل، جمع على حبوب اللقاح للبروبليس، هادئة غير شرسة يعني، التحضين جيد. جربناها في المناطق الحارة، جربناها في المناطق الجبلية المعتدلة والباردة. المهم فيها مواصفات يرغبها كثير من إخواننا حالين. سنقوم اليوم بتربية الذكور وكيفية طريقة تربية الذكور، كونوا معنا. طبعا الآن أقوم بالكشف، بس حبيت أعرض الملكة التي سنقوم بتربية الذكور منها. هذه هي الملكة، ملكة جيدة جدا. طبعا قمنا بتجهيز الإطار، إطار تربية الذكور، وهو كما تشاهدون أمامكم واحد، عبارة عن 1 سنتي من الإطار الفارغ هذا. الإطار هذا سنقوم بإنزاله وسط الخلية مباشرة، يعني الإطار الرابع بعد إطار الأساس الذي تشاهدون أمامكم. طبعا هذا الإطار نزلته قبل كم يوم، قام النحل بمقطعه وتجهيزه، وقد وضعت الملكة البيض وفيه يرغات كذلك. سنقوم بإنزال الإطار مباشرة في الوسط. هذه هي طبعا المرحلة الأولى من تربية الملكات، وهي لا تقل أهمية. طبعا المعذرة، تربية الذكور لا تقل أهمية عن تربية الملكات. تربية الذكور يجب أن تسبق تربية الملكات بما يقارب 20 إلى 25 يوم. سنوافيكم بكل التفاصيل إن شاء الله حتى يستفيد جميع الإخوان حالهم في اليمن وفي الوطن العربي. الآن هذه الخلية كما أخبرتكم سابقا، وضعنا إطار تربية الذكور في هذه الخلية، وهو يعتبر الإطار الرابع بإذن الله.
نقوم بالتصوير إذا جهز الإطار وقام النحل ببنائه. نوافيكم بكل التفاصيل. ذكرنا في فيديو سابق تجهيز أو إنزال إطار الذكور، أو في مقطع سابق قمنا بإنزال إطار الذكور. الآن هذا هو إطار الذكور كما تشاهدون، سأقوم برفعه. قام النحل ببنائه، وأنا أنزلت 2 سنتي أو 1 سنتي. هذه هي الملكة تبارك الله ما شاء الله. الآن النحل قام ببناء إطار الذكور كما تشاهدونه أمامكم. وقد هناك حضنة على وشك الإغلاق. عند الإغلاق مباشرة أو عند الفقس مباشرة نقوم بتجهيز وتربية الملكات. طبعا هذه هي الثقافة الصحيحة في تربية الملكات، تربية الذكور تسبقها تربية الملكات، أو تربية الملكات تسبقها تربية الذكور. أردنا النجاح في تربية الملكات نقوم بتربية الذكور. هذا إطار قمنا بإنزاله عبارة عن 1 سنتي، قام النحل ببنائه كما تشاهدون. الآن هذه يرقات الذكور ما شاء الله، وهذا هو النحل. انظروا إليه نظيف بإذن الله. نقوم بتجهيز الملكات في بداية خروج الذكور. شاهدوا معي الآن بعد كم يوم إطار الذكور. الآن مغلق في الجهة العليا، هذا شيء جميل طبعا. ومعي هذا الجهة طبعا بدأ كذلك بالإغلاق في الجهتين. طبعا هذا الوقت مناسب جدا لتجهيز تربية الملكات. نبدأ بتجهيز وتنظيم الجهاز، جهاز جنتر، تنظيفه، ترتيبه، تجهيز السدابات. ثم إذا خرجت الذكور نقوم بإدخال الملكة داخل جهاز جنتر ونبدأ بتربية الملكات.